اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. أكبر المخاوف التي تراودك وفقا لبرجك الفلكي. تعلم كيفية التعامل مع مخاوفك الكبرى وكيفية الاستفادة منها لمصلحتك مهما كان برجك. تعال معنا في هذا الفيديو لنكتشف ماذا يخيفنا وما الذي يصيبنا بالهواجس والقلق في هذه الحياة. لكل برج من الأبراج ما يخيفه ويقلقه، فماذا نخفي في جعبتنا من كوابيس وأمور مرعبة؟ الأبراج تكشف كل ذلك. برج الحمل يحب الحمل أن يكون الشخص المسيطر في محيطه الاجتماعي، وينزعج عندما يتحداه أي شخص أو ينازعه على مركز القيادة. يخشى الحمل من أن يخطئ، كما يقلق من أن ينصح بنصائح خاطئة حول ما يجب عليه فعله. الحمل واضح ويحب الإيجاز ويكره الالتباس والتردد، لأنهما يفقدانه ثقته في نفسه. لا ينجح الشخص في العالم الواقعي بكل مهامه بنسبة 100%، لذا على الحمل فهم هذه الحقيقة وتعلم كيفية التعامل مع أخطائه. يمكن لهذه الأخطاء أن تتحول إلى هدايا مفيدة تمنحه المعرفة الكافية لتجنبها في المستقبل. برج الثور. إن الثور بارع في التعامل مع الشؤون المالية، لذا عندما يواجه مشاكل غير متوقعة مثل تعطل سيارته أو فقدانه لوظيفته يتعكر مزاجه فورا. يخاف الثور من الفقر أو من عدم القدرة على تحقيق أحلامه وطموحاته، لأن تحقيق حلمه يرتبط بشكل وثيق بسعادته مهما كان هذا الحلم قديما. يفضل الثور الحذر والهدوء بدلا من المجازفة، لأنه يخاف من المغامرة بكل ما يملك من أجل الوصول لأحلامه أو أهدافه المادية والمعنوية. برج الجوزاء. أسوأ الأحداث التي قد تصيب الجوزاء هي أن يجبر على الالتزام بروتين يومي ممل، فعندما تقل النشاطات الحماسية في حياته يشعر بالانزعاج. يخاف الجوزاء من الصمت والركود، فهو يحب الحركة الدائمة والتعلم المستمر والمرور بتجارب جديدة لكي تمنحه شعورا بالنضج والتطور والنجاح. فعندما يعلق الجوزاء في روتين ممل يشعر باليأس. إن الحياة عبارة عن نشاط وركود، وتعتبر فترة الركود هدية قيمة عندما يستغلها الشخص، فهي تمنحه الفرصة للتطور والتقدم بمرور الوقت. برج السرطان. حتى السرطان المستقل يحتاج إلى التفاعل مع الناس من حوله. يبذل السرطان قصارى جهده لملء قائمة مواعيده بزيارات مع الأصدقاء والعائلة، وذلك لسببين. الأول، حب السرطان للتواصل الاجتماعي مع الناس، والثاني تجنب أكبر مخاوفه وهو البقاء وحيدا. بالنسبة للسرطان، تعتبر العائلة والأصدقاء والزواج أمورا مقدسة، حيث يخشى أن يفقد هذه الاتصالات. إن الفشل في التواصل الاجتماعي يفقده صوابه، فهو يحاول أن يحيط نفسه بمجموعة كبيرة من الأصدقاء، ولكن في النهاية على السرطان التعلم أن البقاء وحيدا لا يعني فقدان الحب، لأن الحب ينبع من داخل الإنسان. برج الأسد. يحب الأسد الشهرة والمديح، فإن لم يحصل على الاهتمام أو الاستحسان الذي يريده يشعر بالضيق، ويعتبر ضعف الأداء
أكبر المخاوف التي تراوده. إن هوية الأسد وثقته بنفسه تعتمد بشكل وثيق على رأي الآخرين من حوله، فهو يهتم بهذه الآراء كثيراً. وفي هذه المعضلة فائدة كبيرة للأسد، لأنه إن أراد النجاح في حياته عليه إدراك أن موافقة واستحسان الآخرين لا تحدد إمكاناته وقدراته، لأن الطاقة الداخلية التي يملكها هي من تحدد إمكانياته. برج العذراء. البرج الباحث عن المثالية في كل جانب من جوانب الحياة، خاصة في تلك الجوانب المتعلقة بالعلاقات العاطفية. إن أسوأ المشاعر التي تعصف بالعذراء هي الشعور بالفشل. هو يخاف من فقدانه القدرة على مساعدة الآخرين بطريقة فعالة. يعيش العذراء حياته لخدمة الآخرين، وتمثل خدمته وإخلاصه لهم جزءا كبيرا من تقديره لذاته وثقته بنفسه. فإن لم يستطع تحقيق المهام المتوقعة منه يصاب بالقلق والاكتئاب. هو يقيم نفسه بناء على المهام التي نجح بتنفيذها. يستطيع العذراء الاستفادة من هذه المخاوف عندما يدرك أن الحياة تدور حول العيش فيها وليس حول أداء المهام. فالتطور الداخلي أهم بكثير من الإنجازات الخارجية. برج الميزان. الميزان شخص هادئ يزدهر عند التوازن ويسعى إليه في جميع جوانب حياته. إن أي عامل قد يخرب اتزان حياة الميزان يعتبر مثيرا للخوف والذعر. باختصار، يخاف الميزان من الخوف نفسه. لا يوجد أي برج يستطيع التعبير عن التوازن مثل برج الميزان. إن استطاع مولود هذا البرج التخلي عن حاجته إلى التصالح والتوفيق بين جميع الطاقات من حوله، سوف يعيش حياة أفضل. لا شيء يبقى على حاله، لذا على الميزان إدراك أن الهدوء والراحة التي يمر بها لن تستمر طويلا. برج العقرب. يخاف الكثير من الناس من إظهار شخصيتهم الحقيقية أمام الآخرين، ولا أحد يضاهي العقرب في هذه الصفة. يخاف العقرب من الانكشاف كليا للناس من حوله، لأنه يريد إخفاء الظلام الذي يسكن داخله. فالعقرب هو البرج الأكثر ظلاما، لأنه لا يخشى استطلاع الجوانب المظلمة والمخيفة في الروح. على الرغم من امتلاكه مشاعرا جياشة، لا يحب العقرب مشاركة أفكاره الداخلية مع الآخرين لكي لا يحكموا عليه بأنه مظلم أو ربما غريب الأطوار. غالبا ما يعتقد العقرب أن لا أحد سيفهمه، لذا يبعد كل الناس عنه. برج القوس. يكره القوس أن يتحكم به الآخرون، فهو لا يحب أن يتبع قوانين الآخرين، ولا يحب أن يقف أحد في طريقه لأنه روح حرة. يخاف القوس من انهيار أحلامه وطموحاته وعدم تحقيقها بسبب مواجهة أحد الأشخاص له ومنعه من السعي نحوها. يعبر هذا البرج عن ذلك بالسفر والترحال. لذا فإن أسوأ شيء وفقا للقوس هو أن يسلب حريته الثمينة. يجب على القوس أن يأخذ قسطا من الراحة وأن يقدر حياته المنزلية وثقافته المحلية. برج الجدي. يعتبر الجدي الطفل الصغير الذي تنتابه نوبات الغضب عندما لا ينجز مهماته بالشكل المثالي، فهو يخشى الفشل بكل جوانبه. إن لم يحصل الجدي على ترقية العمل التي بذل جهدا كبيرا من أجل الحصول عليها، قد ينهار كليا. يخاف الجدي من ضعف إنجازاته، لأن هدفه في الحياة يعتمد في معظم الأحيان على تطوره المهني. يمكن للخوف من الفشل أن يحفزه لإنجاز مهماته بكفاءة، ولكن عليه تعلم أن قيمته في هذه الحياة لا تعتمد فقط على أدائه في العمل.
برج الدلو. لا يريد الدلو أن يكون مثل الآخرين، إن أكبر مخاوفه ألا يكون الشخص الثوري النشيط. يريد الدلو أن يكون فريدا ومشهورا بشخصيته، وأن يضفي التغييرات المهمة على كل وظيفة يؤديها. يخاف الدلو من أن يكون مثل أي شخص آخر لا يحدث أي فرق هام. يتحول هذا الخوف إلى هدية عندما يعرف أنه مختلف عن الآخرين بحق، حيث ينبع هذا الاختلاف من شخصيته الفريدة المبدعة. برج الحوت. إن الحوت هو أكثر الأبراج سعياً نحو المثالية، فقد يمثل الواقع مصدراً للخوف بالنسبة له في بعض الأحيان. يخاف الحوت من عدم محبته من قبل الآخرين، أو عدم قدرتهم على فهمه في عالم يمتلئ بالبرود والهدوء. إن الحوت فنان مبدع خائف من أن يتم كبت موهبته من قبل الآخرين، وقد يمضي معظم وقته في تجنب الأشخاص المختلفين عنه لكي لا ينقلوا طاقتهم السلبية إليه، ولكن عليه ألا يستسلم لهذه المخاوف والسلبيات، بل يجب أن يعمل للتغلب عليها بأن يصبح شخصا متفائلا يضفي المرح في العالم الذي يعيش فيه. كانت هذه جولتنا مع أكبر المخاوف التي تقلق كل برج من الأبراج وتقض مجرعه. قدمناها لكم من قناتكم، قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج أنتم تنتمون، وهل ما يقوله الفلك عنكم صحيح؟ ثم ما هي تلك الأشياء التي تخيفكم حقا؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.